رفع الإيقاف عن رمضان صبحي. رمضان صبحي الفترة الأخيرة كان في ناس كتير بتتكلم على موضوعه، وفي اللي فرحان فيه وفي اللي شمتان فيه وفي اللي برضه متعاطف معاه. خلاص نهاية الكلام، أنا كان في تواصل بيني وبين المقربين لرمضان، وقال لي الراجل كان واثق تماما، واثق تماما اللي هو ما عندوش اي مشكلة، وعارف اللي هو الموضوع ده هيطلع في بمعنى اصح مش هيطلع في اي حاجة واي حاجة تدينه. يعني كل الناس اتكلمت على موضوع رمضان بشكل كبير جدا، اعلاميين وصحفيين ودنيا اتكلمت. انا من ضمن الناس اللي اي لعيب مش شرط بيلعب في اي في اي نادي، سواء انا نادي بحبه او نادي ماليش ارتباط بيه، بس اي لعيب بيحصل له مشكله ببقى متعاطف معاه جدا جدا جدا، ببقى عاوز المشكله ايا كان. كلنا بنخطا وكله كان بيغلط وكله غلط وكله لازم يصحح اخطائه. فرمضان صبحي اعتقد الموضوع بتاعه بالنسبه له ده درس كبير جدا ليه، ودرس يقدر يستفاد منه. رمضان من اللعيبه المميزه جدا، اللعيبه اللي فادت النادي الاهلي، فادت بيراميدز، فادت المنتخب في فتره من الفترات. رمضان من اللعيبه المميزه جدا، ومن اللعيبه اللي طبعا هو ليه علاقه بيه، وايهاب واحمد ولادي اصدقائه، هم على طول بيتقابلوا، من الناس اللي هم وبر باسرته وبر باهله وبر بمراته، كل ده يا جماعه حاجات حطها في الحسبان. رمضان باذن الله يرجع ينور في الملاعب مره تانية، ويبقى ليه تواجد بشكل كبير وشكل يليق باسمه. ومش عاوزين يعني الناس اللي بتهاجمه من غير بدون وجه حق دي ما تبقاش كويسه. انا قلت قبل كده في اول حوار ليا مع الموضوع رمضان، ما ينفعش ادين حد غير ما يطلع جميع التحقيقات. فالحمد لله، الحمد لله على السلامه يا رمضان، رجوعه ان شاء الله باذن الله موفق، وان شاء الله ترجع تفيد ناديك وبلدك باذن الله. اشوفكم على خير وبالتوفيق مره تانيه باذن الله.